تروح الصحفي، تروح المسؤول، تلاقيت انا كان اصحابي شاف دايره، كان ثلاثه ولا اربعه اصحابي اللي شافوا دايره، نتلاقاو مره تمشي مره جاي من العاشور كذا، قاعدين نسال واش الاحوال واش كذا واش كذا، قال لي ولا غير واحد قال لي لا كرهت، قال لي لو كان ماني شاف دايره كنت جيت واحد من اللي ذا محرك رحمه الله شاف دايره ما كان ما خصها قريب والي وكذا ومليح بموش مليح. اذا لو تبقى اسمح لي نقطه نكملها باسكو اللي جاب على السؤال تاع المكالمه، تبقى في قضاء في طريقه التسجيل ولا التصلاح قد نختلف.